ضرب إعصار هارفي الولايات المتحدة اليوم وتحول إلى ما قد يكون أكبر إعصار يضرب البر الأمريكي رئيس خلال أكثر من عقد. ونصحت السلطات السكان بالاحتماء من رياح وفيضانات ربما تهدد حياتهم. ووصل الإعصار قبل قليل إلى ساحل تكساس الذي يضم عددا من أكبر المصافي الأمريكية، ما أدى إلى تأثر عمليات استخراج النفط ورفع أسعار البنزين. وتحول هارفي إلى إعصار من الدرجة الثانية برياح وصلت سرعتها إلى 169 كيلومترا في الساعة، فيما يتوقع أن تهطل أمطار يبلغ منسوبها 97 سنتيمترا على أجزاء من ولاية تكساس، على أن تصل سرعة الرياح إلى 125 كيلومترا في الساعة. ربما ترتفع مستويات البحر لما يصل إلى 3.7 متر.